يا دكتور طمنينا، ايه الاخبار؟ انا اسفه، البقاء لله. مش لا حول ولا قوة الا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله في مين يا دكتور؟ لمار. لمار؟ ايوه. طب وناير حالته ايه دلوقتي؟ صراحه حالته حرجه، بس ان شاء الله الامل في ربنا كبير. شبكه تجسس، هنزرع ناس في كل الشركات اللي لها علاقه بقضيه البورصه عشان خاطر يغذونا بالمعلومات. ده كلام كبير قوي يا باشمهندس، انت واضح انك اليومين دول بتتفرج على افلام امريكاني ومقاطع بلوتوث. انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. شبكه التجسس دي هتفيدنا جدا، والمعلومات اللي هيجيبوها هيخلونا نعرف نفكر كويس ونتقدم خطوات بدل ما احنا عمالين نلف حوالين نفسنا. بس بجد انا متشكر على افكارك اللي بره الصندوق دي. متشكره جدا يا باشمهندس والله. افكار بره يعني انا اجيب صندوق يعني اقعد جنب افكر بره؟ انا مش فاهم حاجه. انا هعمل ايه؟ انا مش ايه 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 اخرس خالص. يلا قوم اعمل لنا شاي. نعم قوم اعمل لنا شاي. انا اقوم اعمل ليمون عشان مرسي على افكارك. لا مرسي يا باشمهندس. لا وانا مش عارف. انا مش فاهم انت طايقاه ازاي. معلش يا باشمهندس، معلش معلش. شوفي اي صندوق ونسيه فيه. معلش هلاقي له صندوق. بقول لك اتصرف باي طريقه، مفيش مخلوق يعرف، انت فاهم؟ هو غرفه داهيه ما اعرفش راح فين. اتصرف قبل ما يرجع، يلا بسرعة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل، طمنيني ايه الأخبار؟ نمتي كويس؟ نمت كويس جدا، أنا كنت جعانة نوم. طب الحمد لله، أنا مبسوطة إن أنتي ارتحتي. ثانية واحدة، دي حسنى صاحبتي الأنتيم. أي حبيبتي. إيه بتقولي إيه؟ طب خلاص هعدي عليكي دلوقتي، يلا يلا باي باي. في حاجة؟ دوست حاجة؟ لا مفيش، دوست حاجة كلميني. باي باي. بس بقول لك يا استاذه، رأف ده هبت منه خالص، ده دخل في شغل بقى جو امريكاني وافلام اكشن، وانا ماليش في الاكشن. انا هو بيني وبينك اللي قاله امبارح ده غريب شويه وصعب تنفيذه، انما مش مستحيل. هو ايه مش مستحيل؟ انت هتهب منك انت رخره؟ ولا انا اسف، انت بجد لازم يشغلوك في مصنع للطاقه السلبيه، مش مصور ابدا. مصور؟ وانا معاكي حاسس ان انا مصور؟ انا حاسس ان واحده واحده هتحول لمفتش كرومبو، وانا اصلا شبهه. بقول لك يا حمدي ما تقعدش تقرفني، مش عايز تكمل براحتك، انا ما غصبتكش على حاجه، بس انا بصراحه مكمله مع رأف. على فكره يا استاذه مش هسيبك برضه في النار دي لوحدك، بس واجب عليا ان انا احذرك، احنا داخلين عش الدبابير برجلينا، والناس دي ما بترحمش. استاذه سناء جميل قالت ايه للاستاذ احمد زكي الله يرحمه؟ قالت له احنا صغيرين قوي يا سيد، وقالت له مش هحتفى كده والله. يا ابني مش بقول لك مصنع للطاقه السلبيه. بص انا نصحتك عشان ابقى خلصت ضميري قدام ربنا، لكن انا لو عليا انا مش فارق، انا مقطوع من الشجره ولا حد يسال عليا اصلا. يعني انت يعني اللي شايفني متجوزه قوي وعندي ولاد؟ ما الحال من بعضه. مش هنفرح بيكي بقى، انا عايز اشيل عدل. ولا قوم اطلع بره. انا اسف انا اسف، انا ماليش اكل في المكتب ده. محمد
اهلا اهلا وسهلا يا دكتوره رجب، اتفضلي. بس معلش يعني المره دي طولتي الغيبه علينا شويه. معلش حقك عليا، غصب عني والله ظروف. هاي يا هبل. ولا يهمك، انت عارفه ان احنا اتعودنا عليكي. يا حبايبي وحشتوني وحشتوني قوي قوي. بقيت كتير ما بتجيش ليه يا مامي؟ مامي مامي دي حلوه قوي يا حبيبتي، حقك عليا. اوعدك ان انا مش هتاخر عنكم تاني ابدا، هاجي على طول دلوقتي. خلاص مش هتاخر علي، وانتوا كمان وحشتوني قوي قوي، مش هتاخر عنكم تاني ابدا. شوفوا جابت لكم ايه. يلا طلعوا الهدايا من الشنط بقى عشان نلعب. يلا يلا. احذفك في قفص الغرام، كله حسب الظروف. انا شخصيا افضل القفص حتى لو شربت قهوه سكر زياده، مش كده؟ لا دي كانت صدفه، انا دايما اشرب سكر زياده، اصلي احب الحلو قوي قوي. بس اوعى يضرك. يضرني؟ اه انت ما فيكيش حق، ده الحلو موصوف لي. انت فاكر نفسك عادل؟ من جهه الحدقه الشهاده لله انا دايما افهمها وهي طايره. طب يا استاذ لما بتفهمها وهي طايره مش تسيبني اشتغل بقى؟ تسمح؟ اسمح. مش دي التانيه؟ ايوه. اه بجد؟ طب اعمل ايه شيري؟ ما انت عارفه من ساعه ما عملت عمليه الليزك وانا مش قادره اصلا اسوق خالص. لا يا ستي، بابا لو قلت له بعت لي عربيه هيقول لي لا اقعدي في البيت ما تتحركيش. اه بجد بعتي لي عربيه؟ طب يلا انا خارجه حالا اهو. عربيه لونها ايه؟ اه خلاص لقيتها، يلا باي باي. مساء الخير. مساء النور. يلا اتفضل اطلع. اطلع على فين حضرتك؟ على فيرست مول. فيرست مول ايه؟ انا ايه علاقتي بفيرست مول؟ مالك في ايه؟ شيري بعتلي واحد مجنون دي ولا ايه؟ شيري مين ومين حضرتك؟ انا مش فاهم اي حاجه. مين فينا اللي مجنون؟ امال قصدك انا يعني اللي مجنونه؟ لا العفو، حضرتك راكبه عربيتي الخاصه وبتطلع على المول، يبقى مين فينا اللي مجنون؟ هو مش حضرتك سواق شيري خاص؟ هتقولي لي شيري؟ شيري مين؟ انا مش عارف مين شيري. شيري السرجاني. اه شيري السرجاني. شيري السرجاني، انا ما اعرفش مين شيري السرجاني. انت معاكي المهندس ناير صادق. انا بجد متاسفه جدا. ولا يهمك، تقريبا العربيه اللي حضرتك عايزاها راكنه قدام اهي، بس يا ريت تسالي قبل ما تركبيها. بجد اسف. ولا يهمك. متشكره. بجد مش عارفه اقول لك ايه. شكرا على واجب، دي حاجه بسيطه. لا بجد ميرسي. انا اللي ميرسي جدا. انا لحد دلوقتي ما عرفتش اسمي. مريهان. مريهان عز. مريهان عز، اسمك حلو جميل، تحس انه اسمه موسيقي. ميرسي. مريهان عز. بص يا هيلو، انا اسمي انا عزيز. مريهان، وانا ممكن اشوفك تاني. مساء الفل. يا مساء الخير. ايه الاخبار؟ طمنيني. كله تمام. انت عامله ايه؟ تمام جدا. انا طبخت النهارده على فكره. طبختي بجد؟ ايوه. ليه يا حبيبتي تعبتي نفسك كده؟ يعني قلت مش لازم بقى دليفري كل يوم. طيب المهم طمنيني، في اي اعراض؟ حاسه بشويه مغص كده، مش عارفه ايه سببه. لا لو جت على المغص ده شيء طبيعي جدا، المهم مفيش حاجه تانية. مش عارفه ليه من امبارح نيات جايه على بالي قوي.
حتى حلمت بيه، بس حلم كان وحش قوي، ومن ساعتها ما صحيت وانا عماله افكر في كل حاجه كانت ما بيننا. بس قلبي مقبوض. لو وحشك وقلقان عليه اتصلي بيه في الشركه اللي بيشتغل فيها. لا لا لا، مش هعمل كده. ليه؟ خايفه يعملني وحش، وبقطعت اخر خيط بيني وبينه. خيط ايه بس؟ انت حامل منه، وبعدين انا شايفه ان هو من حقه يعرف ان هو يبقى اب وانك حامل. مش هما يبقى اب الاول؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انا خايفه اتنيل على عيني تاني والبيبي يحصل له حاجه. ليه بس كده يا بنتي بعد الشر؟ ليه التشاؤم ده؟ ما انت حلوه وزي الفل اهو. انا كويسه بسبب حضرتك. حضرتي؟ مشي لي بقى حضرتك دي، احنا خلاص بقينا اصحاب. بجد يا دكتوره؟ اه طبعا بجد. يعني انا بقيت صاحبتك؟ اكيد. كهربا. مساء الخير. اهلا. مساء النور. فاتوره الكهرباء فاتت. ادي المعاش بتاع ابوكي طار في نفس اليوم على شويه طلبات وفاتوره كهربا. امال لو ما كنتيش متجوزه وليد كنتي عملتي ايه يا عبير؟ كان زمانك بتشحتي في الشوارع؟ بعد ما بطلت غنى في المحلات كنت هعمل ايه يعني؟ زوجه تانيه زوجه تانيه، بس عيش. انا طول عمري واخده على مستوى عيشه معين ما اقدرش انزل عنه. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. ده ايه ده؟ مالك؟ لونك غامق ليه في ثواني؟ مفيش. مفيش؟ هو انت هتخبي عليا ولا ايه؟ اصلي لسه قابضه المعاش ويا دوبك رجعت البيت طار. انت اللي غلطانه، مضربه لي عن الجواز. يا بنتي انت ما انتش شايفه نفسك انت حلوه قد ايه؟ واي راجل بيشوفك بيبقى عايز يتجوزك. يا ست الله الغني، مش عايزه اتجوز. بس الصراحه انت عايشه كويس. انا مش فاهمه انت بتجيبي الفلوس دي منين؟ اوعي تكوني بتجري في المخدرات من ورايا. اه يا ستي، ده انا اكبر ديلر في المعادي. لا صحيح، انت بتجيبي الفلوس دي منين؟ ما انا قايله لك دي الفلوس اللي فاضله لي من جوازتي الاولانيه. شفتي يا منى؟ وائل اشترى لي كل العفش الغالي اللي اخترته عادي. ايوه يا حبيبتي، بس ساعه كتابه الفاتوره كان بيستعبط عشان يكتبها باسمه، لولا بقى ان انا احرجته وخليته يكتبها باسمك. ايوه بس ان هي كتبها وخلاص، وده المطلوب. الواد ده لازم يكتب قايمه ما تخرش الميه. بصراحه انا مش مرتاحه. ولما انت مش مستريحه له، امال لما بتقابليه بتقعدي تقولي له يا وائل يا جوز بنتي يا حبيبي؟ لا، عايزه نكشر في وشه. الله، عايزاه يكرهني وبعدين ده لمصلحتك. لا ما تقلقيش على مصلحتي، انا عارفاه كويس قوي. انا عارفه انك عارفه مصلحتك كويس، بس يا حبيبتي انت هتتجوزي في مصر وانا مش هبقى معاكي، وممكن يستفرد بيكي. ياه. يستفرد بيا؟ يستفرد بيا ازاي يا ماما؟ على ماما اختك في مصر تبقى تاخد بالها منك. اختي؟ اختي مين اللي تاخد بالها مني؟ راضيه؟ اتزوغي مني في السوبر ماركت يا عبير وعامله نفسك مش شايفاني؟ مين دي انا؟ انت اكيد غلطانه. استعبطي استعبطي. انت مش لسه كنت في السوبر ماركت دلوقتي وشايفاكي وشايفاني؟ انا فعلا كنت في السوبر ماركت، بس ما خدتش بالي ان انت هناك. والله ده انا قعدت انده عليكي بصوت عالي وعملتي برضه مش سامعاني. وانا اعمل مش سامعاكي ليه؟ ما انا استغربت برضه. عموما انا اديت السوبر ماركت عنوانك هنا يجيب لي حاجتي ديليفري. هما زمانهم جايين. حضري فلوسك يا حلو.
ولا عندك مانع؟ عندي مانع ازاي؟ ده احنا حتى اخوات والجيب واحد. انا قلت كده برضو، ربنا يديم المحبة. ادريس ادريس، تحت امرك عز بيه. هانم صاحي؟ مالك يا ابني، في ايه؟ تترشيت ولا ايه؟ بقولك الهانم صحيت. انجي هانم خرجت مع البيت الصغير من الفجر ولمت كل هدومها وما رجعتش لحد دلوقتي. روح. يا فارس، انجي هربت وخد التامر معاها. اسمع اللي هيقوله لك كويس ونفذه. ها، تقب وتغطس وتجيب لي بنت الكلب دي هنا تحت رجلي، فاهم؟ دكتورة طمنيني، ايه الاخبار؟ الحمد لله حالته بتتحسن، بس لسه ما عداش مرحله الخطر. ايوه بس حضرتك بتقولي ان الحاله دلوقتي بتتحسن. ان شاء الله خير، الامل في ربنا كبير. كوردي، انت يا واد يا كوردي، انت مش سامعني ولا ايه؟ اهلا يا دكتور. هو الواد والبنت دول هيفضلوا قاعدين هنا على طول؟ لا لا لا، احنا مش هنقعد معاه، احنا هنا معاه لحد ما يهف. يهف؟ هفتك عقربه. هو في ايه؟ وكل شويه حد يجي هنا يهزقنا ولا ايه؟ في يا دكتوره، ما تخليكي هاديه معانا شويه كده. بقول لك ايه، مالكش دعوه بهشام ابن الدكتوره مديحه، بحذرك تيجي جنبه. حضرتك ده معاه في الجامعه يعني وصاحبي. طب ما تروحلوش ولا تكلمه غير لما يكلمك، مفهوم؟ حاضر، اي خدمه تاني؟ مالك بتكلمني كده ليه يا واد؟ هو بيتكلم ازاي يعني؟ مزدول بيتكلم كويس. اسكت يا جينا. مش هسكت. اسكت. مش هسكت. كوردي، لم العيال دول احسن لك. بقول لك ايه، انا هعفيك من نص الايجار عشان ظروفك يعني اللي انت فيها دي. ده كله ذوق من حضرتك يا دكتور. بس ما تكلمش هشام ولا تيجي جنبه. حاضر. مفهوم؟ حاضر. مساء الخير يا فندم. خير يا حسام. اللي توقعته لقيته يا باشا. ايه اللي انت توقعته؟ بعد ما منطقه السحر والجمال خلاص صفيناها وخلصنا منها، ظهرت بؤره جديده في ممر جاك. ده فين ممر جاك ده؟ في طريق السويس سعادتك. ايوه، طب ايه اللي خلاك يعني ربطت بينهم؟ ده في طريق الاسماعيليه وده في طريق السويس. يا باشا نفس البدو ونفس طريقه شغلهم، نفس كل حاجه. الحاجه الوحيده المختلفه الرئيس بتاعهم اسمه عمار الدوج. دوج؟ الله، هي العيال دي هتلعبنا ولا ايه؟ ما هو سعادتك طول ما احنا مش عارفين نوصل لراس الكبيره، العيال دي هتلعبنا ونعمل اللي هم عايزينه، وكل ما نقفل بقره تطلع لنا بقره تانيه، وكل ما نقفل التانيه تطلع لنا التالته. هنعمل ايه يا حسام؟ هم وصلوا لمرعى شمال وقتلوه قبل ما نلحق نقرره. ما هو ده بقى اللي كان قاهرني، وكنت هموت ورا مرعى شمال بعد ما اتقتل.
طب وانت ناوي على ايه يا حسام؟ هتاخد قوه وتقطع تصفي الممر جاك ده؟ لا 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 سعادتك، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يا باشا. انا عندي خطه دلوقتي عشان عايز امسك الراس الكبيره، لكن العيال الصغيره دي خلاص ما تهمنيش، عايز امسك كبيرهم. على بركه الله. الله ده حلو قوي يا وليد، ده باين له غالي قوي. ما يغلاش عليكي يا روح الروح. ده مناسبه ايه بقى؟ مناسبه انك في حياتي. يا سلام، ده انت النهارده عالي قوي. عالي 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 عالي. اخبار هبه ايه؟ هبه مين؟ وايه القفله دي؟ هبه عمال اقول لك عالي وحب وبتاع، تقفليني القفله دي؟ تعرفي بقى الدكتوره كاميليا دي طلعت جدعه فعلا. ليه بقى؟ عشان ما جابتش سيره. بس مقشطاني. مش مهم، اللي تعرف دييته اقتله. انت مستنيه حد ولا حاجه؟ لا خالص. امال ايه يعني؟ مش عارفه. مين؟ انا هبه يا عبير. نط من الشباك. انا هنط من الشباك. نط من الشباك ايه؟ انت عايز تموت نفسك؟ خش في الاوضه جوه. ايه يا عبير كل ده؟ معلش انا اسفه، كان معايا تليفون. شفتي اللي حصل؟ حصل ايه؟ في ايه؟ وليد بيه بيخن. يا نهار اسود، وعرفتي ازاي؟ البنك عامل خدمه جديده، ان كل ما تشتري بالكريدت كارد يبعت لك مسج على الموبايل. انا طبعا خليت المسج تيجي على الموبايل بتاعي. ليه؟ علشان لما اشتري بالكريدت كارد بتاعه ما يعرفش. الاقي مسج جايالي من محل المجوهرات بتاع الباشا بيقول لي ان الباشا جايب خاتم ب5000 جنيه. طب اهدي، مش جايز، انت غلطانه. لا، كلمت المحل وتاكدت. طب اهدي. اهدى اهدى ايه؟ اقسم بالله ده انا لو شفت دلوقتي لا شق نصين. شق ايه نصين؟ منور يا صالح. بوجود حضرتك يا باشمهندس. صالح يا باشمهندس ابن منطقتي وراجل جدع، وانا اللي مرشحه بسبب الفكره الحلوه بتاعتي، وان شاء الله يبقى معانا. اه طبعا، احنا مش عارفين نرد جمالك ازاي، وزي ما بيقولوا يعني سمام على وجوههم. ربنا يخليك. اخبارها وتعالي بلاك يا عم صالح. بحطت ايدك يا حمدي. انا مش فاهم ايه الشقه اللي انت بتسال فيها على علي سماجه دي، انا مش فاهم. بلاجه، وبعدين انا قلت اوريكم يعني احنا اصحاب. قمت انت بدري امبارح؟ ايه الا، طب ما انت كنت امبارح عليها اهو. طيب خلاص يا باشمهندس انا اسف. انا بس يا حمدي بس قول لي بقى يا استاذ صالح. تحت امرك. هما فعلا هيوفروك من الشركه؟ هو انا لوحدي يا استاذه؟ ده انا معايا قرطه موظفين. في ناس بتقول ان هم هيبيعوا الشركه، وناس تانية بتقول ان هم هيقفلوها خالص. انت عارف ان الشركه دي تابعه لثلاث شركات تانيين؟ اه طبعا، ما انا حضرتك كنت في شركه سمارت سبيس، وبعد كده نقلوني الشركه دي من 3 سنين. ده انت على كده بقى ليك حبايب في سمارت سبيس كتير. ده كل حبايبي هناك. طب ما تحاول تخليهم يرجعوك تاني. حضرتك دول بيوفروهم هناك برضو. هو في ايه؟ هم فتحوا دفتر توفير وماشيين يوفروا في البني ادمين ولا ايه؟ طب بص يا صالح، تحت امرك. ايه رايك في اللي يوفر لك شغلانه تاخد فيها ضعف مرتبك؟ معقول؟ فين الشغله دي لمؤاخذه حضرتك؟ عندي، بس عايزك تسمعني كويس وصدقني هتكسب. اكيد اكيد هكسب، تحت امر سعادتك. ايه؟ المانجا حلو قوي، اشرب قبل ما تسخن هتعجبك. مش انا بقى. طب طمنيني طمنيني على طول. ماشي ماشي يا وليد ماشي. مشيت؟ اه مشيت الحمد لله. ده انا دمي نشف. دمك نشف ايه؟ انا مش قادر اخد نفسي. وبعدين انا بتقول لك هتشقني نصين. على فكره هبه ما بتهزرش، فعلا هتشقني نصين. شوفي موضوع الخلفه ده صرفي نظر عنه خالص. هنعمل ايه؟ مش عارف. شفتي بنت لذينه؟ شفتي الحظ؟